بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد هشام الحصين من دار التعليم جدة في مجال الهندسة البيئية. مشروعي بخصوص معالجة مشكلة نفايات الأكل باستعمال ذبابة اسمها الجند الأسود. أول شيء يعني ما شاء الله تبارك الله كل زملائي منافسين بشكل بالمستوى الأول، لكن في الواقع أنا بنافس نفسي ودوما بحاول أطور من نفسي. المنافسة الثانية ثانوية، حاب أكمل هذا المشروع وبإذن الله يعني أنشر الورقة هذه، وفي المستقبل بإذن الله حاب أنضم لهذا المجال بالذات الهندسة البيئية عشان نقدر نتخلص من مشكلة انبعاث الكربون نهائيا. حاب طبعا أقدم شكر خاص لموهبة ووزارة التعليم على دعمهم للتواصل، وطبعا أشكر عائلتي أمي وأبوي وأخواني، وخاصة إبراهيم أخوي الصغير أنا متفائل فيه خير وبإذن الله بيلحقني على آسف.